لبسي الكيس في المقشة واستعدي للعيد ووفري مجهود ووقت كبير جدا بحيلة منزلية ما جاتش على بالك قبل كده، أفكار لأول مرة هتشوفيها. الفيديو بتاعنا مليان أفكار إن شاء الله هتعجبك وهتستفادي منها. وأول فكرة معايا، لو عايزة تحفظي الليمون وما يجرالوش أي حاجة ولا يبوظ، تعالي أقولك بقى هتعملي إيه. هتجيبي العلبة وتحطي فيها الليمون بتاعك، وبعدين هتجيبي بقى حبة من الرز وتحطيهم في العلبة كده. عايزة اقولك بقى الرز هيمتص كل الرطوبة وهتخلي الليمون ما يبصش بسرعة، وبكده هتقدري تحافظي عليه اكبر وقت ممكن في التلاجة، ما يجرالوش اي حاجة ولا يبوظ. وتاني فكرة معايا، هتجيبي بقى الليمون بتاعك وتبشريه كده، انا عايزه القشر بتاعه بس، وهتحطي عليه رشه من القرفه او اعواد قرنفل اللي عندك، هتعملي بيه الاتنين هينفعوا جدا، القرنفل او القرفه. هجيب بقى انا رشه كده صغيره وهحطها على قشر الليمون اللي احنا بشرناه، وهضيف لهم كمان معلقتين كده او ثلاثة من المية، عايزة اقولك بقى الخلطة دي حلوة قوي، هتقدري تحطيها في المطبخ هتخليلك ريحة المطبخ حلوة قوي، وكمان تقدري تحطيها في التلاجة وهتمتصلك اي ريحة ومش هتلاقي اي ريحة وحشة في التلاجة. هتقدري بقى تحطيها في التلاجة او على الرخامة بتاعت المطبخ، بجد هتديكي ريحة حلوة قوي، وكل ما تفتحي التلاجة هتشمي ريحة حلوة قوي ومش هتلاقي اي ريحة وحشة في التلاجة تاني. هتجيبي بقى المقشة بتاعتك وتحطيها في كيس كده، وتعالي اقولك بقى على الفكرة دي هتفيدك في ايه. هغلف بقى المقشة زي ما احنا شايفينها كده، واهم حاجة نقفل الكيس كويس جدا. بعد ما قفلت الكيس كويس جدا، تعالي بقى اقولك الفكرة دي هتفيدك في ايه. بعد ما بنمسح الارض بقى بالفتالة، ساعات بيبقى فيها فتافيت كده حاجات ومش بتتلم بالفتالة، طبعا بتحتاج ان انت تجيبي المقشة، ولو جبت المقشة هتتبل. تعالي بقى اقولك هنعمل ايه. اول ما هنحط الكيس كده في المقشة وهنكنس بيها، عايز اقولك هتلم كل الحاجات اللي في الارض، بصي، وبكده المقشة مش هتبقى اتبلت، وكمان هتلم بسهولة كل الحاجات اللي على الارض، وهتخليلك الارض زي الفل. وبكده نضفتي كل الارض بعد ما مسحتيها بالفتالة، وكمان ما بلتيش المقشة بتاعتك ولا بوظتيها، وبجد بتلم أسهل كمان وأسرع من المقشة. لو الحلة الاستانلس بتاعتك بتلزق بقى والرز بيلزق فيها، تعالي اقولك بقى على فكرة حلوة قوي، هتحوليها لتيفال بحاجة بسيطة جدا، بلمونة وحبة ملح هتحولي الحلة بتاعتك لتيفال، والرز مش هيلزق فيها، وحتى لو بتعملي بيت فيها مش هيلزق خالص. هتجيبي حبة ملح وعليهم كده نص لمونة وتمشيهم في الحلة، وبجد النتيجة هتعجبكوا قوي. هتعملي بقى الرز فيها من غير ما هيلزق، وبكده حولت الحلة الاستانلس بتاعتك لحلة تيفال، والاكل مش هيلزق فيها تاني. وبمجرد ما تمسحي الحلة بتاعتك بمنديل، هي كده جاهزة معانا وتحولت لحلة ما بتلزقش فيها الاكل خالص.
الأطباق. بشوية رز هتحل مشكلة الكهرباء وهتعملي حيلة هتعجبك جدا وفكرة ما جاتش على بالك قبل كده. كل اللي هنحتاجه هتجيبي شوية رز في كوباية كده وتحط عليهم نص كوباية من المية. هتقلبي الرز كويس جدا، انا عايزه كل النشا اللي فيه يخرج في الميه دي. هاتي الشمعة بتاعتك بقى كده وقضيها وحطيها في الكوباية دي. عايزة اقولك ان انت لو عندك شمعة رفيعة ما تجيبيش شمعة تخينة زي كده، لا هتعمليها بشمعة رفيعة هتقعد معاكي شهر كامل مش هتخلص. هتحطيها في المية كده وكل مرة هتيجي تقضيها وهي في الكوباية كده، الشمعة مش هتخلص معاكي وهتقعد معاكي اكبر وقت ممكن. اهم حاجه تجيبي معلقه كده من اي زيت، ممكن زيت مستعمل بواقي اكل او زيت عطري عشان يديكي عطر كده وانتي بتشغلي الشمعه، وتحطيه في الميه كده واستحاله الشمعه تخلص منك. بجد الفكره حلوه قوي، اتمنى تجربوها. اتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو بتاعنا، واتمنى تكونوا استفدتوا من الافكار اللي قدمتها في الفيديو بتاعي النهارده، واشوفكم في فيديو تاني بافكار تانية ان شاء الله.